في السيد سمير جعجع. طيب راح نروح من السياسة إلى الفن، إلى الفن، ونروح إلى الفنانة نوال الكويتية. نتابع سويا ثم نعود. يعني نحن صار غير من زمان نسألهم. لا من زمان يعني هذي أنا، هذا ستايلي، أنا بغني يعني الأشياء الواقعية اللي ممكن تصير يعني تتعرض لها المرأة واللي ما ممكن، وين ما وين موقف المرأة، متى تكون ضعيفة، متى تكون قوية، متى تقول لا، متى تقول إيه، يعني الوضع الطبيعي اللي الناس عايشته. نوال الكويتية. بالنسبة للفنانين بصفة عامة عموما أنا دائما بعطي بعض من الحركات، ليش؟ لأنه طبعا قبل وبعد. أنا دائما أقول حتى بالنسبة بعد أي فنانة بعد التجميل أو تغيير في شكلها بيعطي راحة نفسية، تتغير حتى سلوكها، حتى حركاتها تتغير. شوف أي فنانة أو سياسي مجرد يدخل في موضوع أساسي تتغير سلوكه وحركاته وأشياء، ولكن نحاول بقدر الإمكان ناخذ من خلال بعض التقاسيم اللي فلوش. بالنسبة لنوال طبيعتها هادئة جدا، كثيرة الكرم ومتسامحة، صريحة جدا، قليلة التفكير، وفي بعض المواقف عاطفية بس متوترة، يعني خجولة في العاطفة، خجولة. سيدة مجتمع لها حضور يلفت الانتباه، تكره الكذب والرياء والجدية. هذه بالنسبة للنوال الكويتية. طيب تحية للفنان نوال. أيضا نذهب للفنانة